لبنان عن جلسة المجلس الدستوري اليوم لأخذ القرار النهائي بشأن المادة 49 من قانون الموازنة، وأيضا بقانون الموازنة مع ضيفنا الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك. رح ينضم لنا بعد شوي الدكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي. بس خلينا نذكر الأصدقاء المستمعين بأرقام تليفونية صوت لبنان، نحن مفسوح المجال لكم لحتى تقولوا رأيكم بكل صراحة على 01-205-511-01-325-555، الخلوي 76-611-005، وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. اليوم في مستمع بيقول لي وبيقول لبرنامج نقطة على السطر لازم يغلوا كتير المعاملات للأجانب اللي بدهم يجوا على لبنان، يعني اللي بدهم يشتروا لازم يغلوا كتير لقلون بشقة، وبس المشترك اللبناني أي المغترب اللبناني لازم يكون السعر كتير عادي ومتدني لحتى نجيب المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم. كمان يعني فكرة ليش لا. طيب بدنا نحكي عن الطعن اللي أشار إلى مخالفة الموازنة للمادة 87 من الدستور، مخالفة فصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحيته الرقابية والمالية بالفقرة هاء من مقدمة الدستور، والمواد 81 و82 المتعلقين بوحدة الموازنة ولا شموليتها، وكمان مخالفة القانون للمهلة الدستورية وسنوية الموازنة المنصوص عنها بالمواد 32 و83، كما أوردت مطالعة الطعن المقدم من النواب العشرة. كل هالنقاط المثارة هل يمكن للمجلس الدستوري يقفز عنها؟ سعيد مالك المحامي، اليوم من الثابت والأكيد على أنه مبدئيا الطعن ارتكن بالفعل على 7 نقاط والتي سبق وأن ذكرتيها أستاذ نوال. نعم. ولكن اليوم المجلس الدستوري لن يذهب مثلا حسب رأيي بالتوقف عند موضوع المهل، عند موضوع نص المادة 32، سيذهب إلى الجوهر، يعني بالتالي سيذهب إلى مخالفة ما يسمى بالمادة 83، مخالفة نص المادة 87 قطع الحساب، مخالفة مبدئيا الوحدة والشمول، مخالفة مبدأ فصل السلطات. بالتالي اليوم لن يذهب إلى مبدئيا كافة نقاط والتي تطرق لها الطعن، إنما سيذهب باتجاه قبول بعض النقاط والتي يعتبرها جوهرية وتؤثر على المالية العامة وبشكل فاضح وسافر تنتهك الدستور، وأهم موضوع قطع الحساب كما سبق وذكرنا. كمان بناخد مداخلة. أنا شفت شقة ببيت الشعار من شي 3 أشهر طلب مني 180,000 وأنا مستأجر، أنا عم بهتم بنفسي، الشقة 120 متر، قال لي حضر الوراق. حضرنا الوراق تقريبا مش حاضرين بعد 100%، طلعت عنده جمعة الماضي قال لي لا هلا وقفت البيع. قلت له ليه؟ قال لي ناطر المادة 49 بركي بنستفيد فيها أكثر منكم. قلت له أنا لبناني برا. قال لي شو يعملك، هاي دولتك هيك بدها، أنتوا لبناني برا بنحن ناخذ الأجانب، كتر خيرك. نعم، يعني هيدي مداخلة عينة من العناوين اللي شكلتها المادة 49. صحيح. هذه مبدئيا تجربة من ما نتكلم عنها عن ما يسمى بالتوطين المقنع، يعني بالتالي يصبح صاحب الشقق السكنية بحاجة إلى أجنبي أكثر من بحاجة إلى ابن وطنه من أجل بيع الشقة للاستفادة المالية، يعني طبيعي سنصل إلى هذا الأمر. بدي ذكرك وذكر الأصدقاء المستمعين، نحن لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. دكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي، صباح الخير. صباح النور لك ولضيفي وللمستمعين. شو تعليقك اليوم؟ يعني شو حابب تقول بظل انعقاد المجلس الدستوري حينعقد تلتئم الجلسة الساعة 10 تحديدا، للنظر في يعني المادة المطعون فيها 49 وما فعيل أي قانون الموازنة؟ لا، فيما يتعلق بالمادة 49 من قانون الموازنة العام اللي بتعلق بموضوع قصة منح الإقامات الدائمة، أولا من ناحية الاقتصادية أكيد والمالية أكيد في الناس عندها قلق بالموضوع، مثل ما المداخلة اللي صارت قبل شوي من أنه تتأثر على أسعار الشقة المتوسط مثل حجم، أنه يتحكي عن أنه تطال هذا الموضوع الشقة اللي هي أقل من 750 مليون ليرة،
بالداخل وبيروت و500 مليون بالخارج. اصحابها اللي بيشتروا هالاشياء بيتخوف انه تؤدي لارتفاع بالاسعار. هيدي من الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه فيما يتعلق بالماده 49 كمان سياسيا يعني يوجد هواجس عن بعض القوى السياسيه وعن بعض الاطراف انه هيدي الاقامه الدائمه انه تتحول الى نوع من التوطين، وخاصة على أنه عملية التوطين عم ينحكى فيها بشكل كبير جدا مع وجود عدد كبير جدا من النازحين السوريين والعودة ربط عودتهم بحل الأزمة السورية شاملا. في تخوف من عدد كبير جدا من القوى السياسية وما رحق بهذا الموضوع، وهن عم بيطالبوا قصة أنه الطعن تركيز الطعن عم بيكون على هيدي المادة 49. تركيز الطعن على المادة 49 ما رحق 100% لأنه هيدي بيعتبروها كبلية بجيتال لأنه ما لها علاقة أبدا بالمشروع الموازني. الموازنة هي بشكل عام هي أرقام النفقات والإيرادات وإضافة إلى رؤية الاقتصادية والاجتماعية، وهيدي مادة انحشرت بقلب الموازنة وما لها علاقة. من هنا أنا برأيي أنه المجلس الدستوري بجوافع هالطعنة على المادة 49 وستسقط هذه المادة 49، ولكن يفترض على المجلس الدستوري إضافة إلى التركيز على هذه المادة التركيز على المادة 87 من الدستور يلي بنص على أنه ما فينا إقرار مشروع موازنة 2018 بدون ما أن تكون مرفقة أو تم إقرار مشروع قطع الحساب عام 2016، ومشروع قطع الحساب عام 2016 غير متوفر حتى أكثر من هيك. يعني إذا نظرنا إلى مشروع موازنة 2017 عندما أقرت كان في مرسوم قانون مرسوم قانون يجيز إقرار الموازنة بدون قطع الحساب، مع أنه هي مخالفة لأنه المادة الدستورية أعلى من المادة القانونية، ولكن كان يوجد قانون مرسوم قانون أنه يجيز إقرار مشروع موازنة 2017 بدون مشروع موازنة 2015. أما حاليا بالحالة الحالية لم يرسلوا حتى مرسوم قانون، تخادوا عنها أو تناسوها وما ذلك، لأنه هيك الفضيحة كبيرة جدا بمخالفة المادة 87 من الدستور. ولكن أخذ عن اعتبار هذه المادة يعني إسقاط مشروع موازنة 2018، هذا بصير قرار سياسي أكثر ما هو قرار قضائي أو قانوني. نعم، اليوم يعني في مؤتمرات صحفية انعقدت وضجة كانت مثارة حول المادة 49 من قانون الموازنة، ونقال انه هي ضجة غير مبررة وما حدا عارف انه عندنا 15 ألف وحدة سكنية شاغرة، وانه ديون القطاع العقاري عند المصارف تبلغ 18 مليار دولار، ويعني المصيبة رح تطال القطاع المصرفي إذا لا سمح الله ما لقينا حل القطاع العقاري. شو تعليقك على اللي عم ينقال؟ يعني إذا بدنا نحكي بشكل مالي والاقتصادي، الموضوع أنه يعني هيدي المادة لن تشجع بشكل واقعي بيع الشقة للطبع النازحين السوريين، لأنه إذا نظرنا إلى الأرقام من 2011 لعام 2018 بنشوف عدد الوحدات السكنية يلي انبيعوا ما بيتجاوز 1400 شقة. يعني النازح السوري لا يحتاج إلى هذه المادة كما تشجعوا على قصة إنه شراء الشقة والإقامة والحصول على الإقامة الدائمة. من هون إنه أنا بأخذ بعين الاعتبار أكثر قصة إنه الهواجس يلي موجودة عن بعض القوى السياسية إنه لا يفترض إنه يشيلوها إلغاء هذه المادة، لأنه يمكن إنه تؤدي مع الوقت إلى نوع من التوطين. التوطين المقنع هي أكثر إفادة من قصة إنه القطاع العقاري رح يستفيد منها، لأنه القطاع العقاري الإفادة منها اقتصاديا وماليا والدراسات أظهرت إنه ستكون محدودة جدا. نعم، يعني كمان عم ينقال إنه دول أوروبية عديدة لجأت إلى إجراء منح الإقامة مقابل التملك، وانتعشت قبرص من جديد واليونان يعني بفضل هالإقامات. نعم، ومالطا وكلهم مظبوط، بس هي المقارنة مش دائما بنفس المكان. أولا هيديك الدول إنه بدأت تصح هذه الأمور بعد الأزمة المالية العالمية بال 2008، وكان أحد أسبابها الرئيسية الكل بيعرفوا قصة إنه القطاع العقاري، وإن بالإسبانيا لأنه هي إسبانيا أول دولة أوروبية بلشت فيها إنه كان القطاع العقاري على وشك الانهيار، وتبعتها الدول الأخرى مثل البرتغال أو اليونان أو مالطا عطت الجنسية
مش الإقامة أو مؤخرا أبرز. نحن بلبنان غير الوضع غير هيك، لأن نحن الوجود السوري في لبنان موجود منذ العام 2011 لحديد هلا، والأمور المعطيات المالية والاقتصادية أظهرت على أنه هل بده يشتري اشترى، ومش ناطر أو منتظر هيك قانون حتى أنه يشتري. يعني الشراء ليس عامل مشجع أو إضافة إلى قصة أنه الحصول على إقامة دائمة موجودة هون، لأنه بنهاية المطاف العلاقات الجغرافية بين البلدين بتخلي قصة إقامتهم هون بطريقة شرعية أو غير شرعية موجودة. من هون أنه أنا صرت بالفترة الأخيرة صرت أدعم لا أنه الهواجز الموجودة عن بعض القوى السياسية من أنه هالإقامة الدائمة تتحول إلى توطين هواجز موجودة ومكانتها. من هون يفترض الغاء، وإضافة على أنه انزرعت بمكان بالمشروع الموازنة، يعني مش مفروض فيها أنه تنحط بالموازنة، لأنه هيدي تعتبر فرتين للموازنة كبيرة بالتيتار مش موجودة، يعني قانونية نسبة لأنه الموازنة مخالفة، وسياسيا لهواجز القوى السياسية محلها، وثالث شيء أنه تأثيراتها أنه بتحرك القطاع العقاري مثل ما صار بالدول الأخرى، هي يعني تمنيات أكثر ما هي وقايا. نعم، يعني كمان نقال أنه أحد أهداف المادة أنه نغري الأجانب بنقل إقامتهم الضريبية إلى لبنان، يعني بيدفعوا ضرائب بيحركوا السوق اللبناني، يعني كان في ردة فعل من قبل بعض الاقتصاديين. كمان هيدي مش بمحلة كتير، لأنه هي معروف الهدف تبولها، الهدف تبولها بشكل رئيسي، يعني أولا العربي ما رح يجي على لبنان كرمال قصة انه والله يشتري شقة كرمال ياخذ اقامة دائمة. العربي بس بده يجي على لبنان عاد ياخذ الفيزا تبعه على المطار، نعم، وعم يشتروا بالسابق بدون قصة الزيادة. الاشكال الوحيد اللي انا احد الاشكالات الموجودة انه القانون بالنسخة الاولى تبعه كان عم بحط التملك لمليار ونص، نعم، ليرة، انخفض ولا 750 مليون ليرة، كان يفترض عليهم ابقاء على مليار ونص ليرة، ابقاء على مليار ونص ليرة بتكون نتائجها الاقتصادية والمالية افضل وضماني افضل واريح، لانه اليوم صار الكلام ما بقى قصة بس التوطين يلي الناس خايفة منها، صار قصة الطبقة المتوسطة بلبنان كمان عم بتخاف اكثر واكثر بالموضوع، انه لو بموضوع غير واقعي، ولكن بضل مثل ما صاحب الملك اللي قال لأحد الداخلين عن المداخلة عندي انه بده يرفع امكانية رفع السعر، صارت قصة الطبقة المتوسطة كمان عندها مخاوف وهواجز انه والله بدهم يجوا بدهم يرفعوا الاسعار وكذا، وصار اصحاب الملك انه نعم ما بدنا نبيع، انه في امكانيه انه بمحل مقبل ترتفع الاسعار لانه هودي بدهم يجوا. من هون انا بقول لك انا اقتصاديا وماليا ما رح يجوا، واذا اجوا بده يكون عددهم محدود جدا، تاثيراتهم على القطاع العقاري محدود جدا، والارتفاعات ما رح تكون هيدي من هون، لانه بنهايه اقتصاديا وماليا تاثيراتها محدوده، الهواجس والمخاوف بمحلها. من هون وثالث شيء انه حاشينا بماده بالقانون الموازنه مش مفترض عليها، انا بتوقع انه المجلس الدستوري يوافق الطعن عليها ويقرر الغائها، وقصه الماده 87 من الدستور لم يتطرق اليها لانه بيعرف انه بس فيها مخالفات، ذكرنا مع ضيفنا اليوم يعني المحامي سعيد مالك الخبير الدستوري، فيها مخالفات وفيها شوائب كثيره، معقول المجلس الدستوري ما يتطرق لها؟ مزبوط. انا باقي ما راح يتطرق لها، لانه اذا تطرق لها سقطت الميزانيه كليا ما في، لانه اولا قلت لك بالعام 2017 يعني وضعوا مرسوم قانون مع انه هي مخالفه للماده 87، بس على القليل فينا نقول في مرسوم قانون يجيز اقرار مشروع موازنه 2017 بدون مشروع طرحتي بعام 2015. مشروع موازنه 2018 لم يضعوا مرسوم قانون حتى، يعني مش هاممون او نسوي او غير نسوي ما بعرف، بس مش حاطين مرسوم قانون يجيز اقرار مشروع موازنه 2018 بدون قطع الاحتياط عام 2016. من هون انه اليوم المجلس الدستوري هل سيتحمل سياسيا اسقاط مشروع موازنه 2018 اللي اقرت وكل الناس مبسوط فيها وعم بتهلل فيها انه صرنا سنتين عدنا الى الانتظام المالي؟ انا بشك. وهل سيتحمل المجلس الدستوري اللي اسمه مجلس دستوري وجود مخالفات مالية متراكمة من سنوات، وأشار للجميع دون استثناء ويعتبر المجلس الدستوري أنه قانون الموازنة الدستوري ولا تشوبه أي شائبة، يعني على الميلتين؟
ما بعرف هيدا عملك القرار مجلس الدستوري هو أدى بهالشغلة. وبعدين عندك يعني خبير دستوري من الموضوع بيقدر يجيبك. أنا نحن عم ناخد رأينا حكينا معه عم ناخد رأيك. لا أنا رأيي أنا رأيي عملك بوضوح المجلس الدستوري لن يتطرق إلى المادة 87 ونقطع السطر إذا تطرق وهيدا وإذا تطرق إلى المادة 87 سقطت. حتى لو إنه فيها مرسوم قانون يجيز إقرار موازنة مشروع من 2018 بدونه وهي مش موجودة قطع الحساب كيف إذا كان مسفيرة كليا يعني المخالفة واضحة وشفافة وكيف أي واحد على الطريق أي واحد رجل قانون واضح فيها ملب المالية العامة واضحة لأنه بس في أمور سياسية ما في ولا تمايل انا لن تتحرك. شكرا لك الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني عم بيقول لم ولن يتطرق الى. من الثابت اكيد مع الاحترام الكلي للدكتور وزني الذي نحترم صحيح انه في قانون موازنه عام 2018 لا اشاره البت الى قطع الحساب بل جرى تجاهله بشكل مقصود. النيه مش من انه مش انه هيك سهوا لا بشكل مقصود لانه النيه هو التهرب من تشريع مادي ستتعرض للطعن. اما الحجة هو ان موازنه عام 2017 والتي تضمنت نص المادة 65 كما سبق وذكر الدكتور وزني مشروع قانون بحجة أنها لم تزل سارية حتى تاريخ إقرار موازنة 2018 لأنه نص المادة 65 تقول أنه على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة أنجاز كشف حساب من عام 93 حتى 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة من تاريخ نفاذ موازنة 2017. يعني الحجة والتي مبدئيا تذرع بها مجلس النواب الحالي أن نص المادة 65 لما يزل مبدئيا ساريا حتى تاريخ اليوم كون المدة التي فصلت بين إقرار موازنة 2017 وإقرار موازنة 2018 لا تتعدى السنة، بالتالي لا حاجة لذكر هذا الموضوع. ولكن اليوم أنا أراهن على أنه مبدئيا المجلس الدستوري عملا باجتهاده السابق تحديدا الاجتهاد 5 على 2017 والذي نص وبحرفية قراره أن عدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكل انتهاكا فاضحا للدستور، لن يشرع هذه المخالفة ولن يسكت عنها علما أن المجلس الدستوري وعندما يضع يده على ملف الطعن ينظر به بكليته. يعني حتى لو كان هناك مبدئيا عدم تطرق حتى إلى هذه المادة لأنها تتعلم بالانتظام العام المجلس السوري له الحق بالتطرق إلى أي موضوع حتى لو لم يتناوله الطعن. صحيح. اليوم المجلس السوري أنا أقول أنه لن يذهب باتجاه إبطال الموازنة بشكل كلي، لن يذهب باتجاه إقرار الموازنة أو إبطال الموازنة بشكل كامل، ولكن بحيثيات قراره سيطعن بما يسمى مخالفة نص المادة 87 وهو وجوب قطع حساب نشر قطع حساب، لأن مبدئيا اليوم تخطي هذه أو هذا الموجب من قبل مجلس النواب يشكل انتهاكا فاضحا للدستور. إذن يعني لنختصر اللي قلته الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك، عدم مصادقة مجلس النواب على قطع الحساب قبل إقرار الموازنة هيدا مخالفة دستورية ومن واجبات المجلس الدستوري إثارتها عفوا حتى لو ما كانت موجودة بالطعن لأنها بتتعلق بالانتظام العام. صحيح. طيب اليوم بالنسبة لم يتطرق الطعن إلى المواد المتعلقة بالتسوية الضريبية. نعم. طب هل يحق للسلطة السياسية أن تخسر الدولة أموال طائلة نتيجة التسويات الضريبية اللي ضمنتها الموازنة، خصوصا أنه ما في معايير ببرر هالإعفاءات والتسويات وسببها بس أنه جلب الأموال للخزينة؟ بالفعل هيدا هل يعقل؟ اليوم هذا أمر أكيد غير مقبول. نعم. ولكن المجلس الدستوري حين يضع يده على ملف الطعن ينظر إلى مخالفة الدستور، يعني بالتالي ينظر إذا كان هذا القانون قانون الموازنة موازنة 2018 قد تخالف الدستور قد تعارض مع أحكام الدستور وسندا لأي نصوص، يعني بالتالي موضوع المالية العامة وموضوع مصلحة الدولة هذا أمر ضمن إطار ليس من اختصاص المجلس الدستوري. مجلس الدستوري ينظر هل هذا القانون والذي أصدره مجلس النواب هل يخالف
مثلا مبدأ الوحدة والشمول؟ هل يخالف مبدأ سنوية الموازنة؟ هل يدخل من عداد فرسان الموازنة؟ هكذا ينظر المجلس الدستوري إلى الأمر، ولكن لا يدخل ضمن إطار الجدوى الاقتصادية والجدوى المالية لمالية الدولة. نعم. هذا أمر يخرج عن اختصاصه. يعني هلأ مثلا خلينا نشير ناس عليهم ضرائب عالية خففوا لهم إياها وتركوا الناس المعطرين هن يدفعوا ضرائب. نعم. يعني نعم. هيك دي خسروا خزينة الدولة المليارات، ولا محاسبة ولا من يحزنون. نعم. وما في مساواة بين المواطنين المنصوص عنه بالدستور، يعني ما تم احترامه بالتسويات الضريبية. نعم، هذا نعود ونكرر هذا الموضوع. هذا سؤال اليوم معليش برسم المجلس الدستوري. صحيح صحيح اللي صحيح. طبعا المفروض يطلع قرار بشأن المادة 49. نعم نعم، المادة 49 المادة 87. نعم. علما أنه إشارة أخيرا سيدة نوال على أنه اليوم لنعتبر على أنه مبدئيا موازنة 2017 قد تضمنت مخالفة دستورية كبيرة وهي مخالفة نص المادة 87، هذا لن يبرر تأييد مجلس الدستوري لمخالفة ثانية شبيهة بموازنة 2018. هذا أمر غير مقبول. الخطأ لا يبرر الخطأ. ليس باستطاعتنا التذرع أن هناك قانون أو هناك نص قانوني بموازنة 2017 يجيز نشر الموازنة دون قطع حساب. نعم. هذا الأمر لن يمرره المجلس الدستوري. على هالأمل ديش لازم يكون نصاب الجلسة ونصاب القرار؟ هلأ بالعودة إلى القانون 250 على 93 وتحديدا المادة 11 منه، حضور جلسة مجلس الدستوري حتى تكون قانونية هي مبدئيا حضور 8 من أصل 10 أعضاء. نعم. أما لجهة القرار وسندا للمادة 12 من نفس القانون 250 على 93 يجب أن يتوفر للقرار 7 على 10 أعضاء بالتالي من أعضاء مجلس الدستوري، وبحال مرور مهلة 15 يوم على تاريخ تقديم الطعن وعقد أول جلسة، يعني مهلة 15 يوم تبدأ من تاريخ عقد أول جلسة للمجلس الدستوري للمناقشة، بحال مرور يعني بتاريخ اليوم بحال مبدئيا مرور 15 يوم، علما على أنه هناك مبدئيا جلسة قد عقدت ثلاثاء الماضي بثمان الشهر الماضي، ولكن لم نعلم إذا كانت الجلسة هي فقط لتسلم الأعضاء تقرير المقرر أم كانت جلسة مناقشات. إذا كانت جلسة مناقشات مهلة 15 يوم قد بدأت من 8 الشهر، وإذا كانت مهلة فقط تسليم التقرير إلى الأعضاء واليوم هي الجلسة الأولى للمناقشة تبدأ مهلة 15 يوم من تاريخ اليوم، وسندا للمادة 21 من قانون 250 على 93 مع انقضاء مهلة 15 يوم وبحال عدم توصل المجلس الدستوري لأي قرار بهذا الطعن تعتبر حكما المراجعة مردودة والقانون المطعوم به صالحا ومصادقا عليه. طيب بحال قطعت هالمهلة 15 يوم وما صار في قرار لا سمح الله شو ممكن يعني يصير؟ بالتالي تعتبر المراجعة مردودة كما سبق وذكرنا، يعني بالتالي قانون الموازنة الذي نشر مبدئيا يأخذ مجاله ضمن إطار التطبيق عندئذ، وأنا أرى على أنه سبق لرئيس الجمهورية فيما خص المادة 49 وأن وجه رسالة إلى مجلس النواب سندا لصلاحياته المنصوص عنا بالفقرة 10 من المادة 53 من أجل مبدئيا إعادة قراءة أو قراءة ثانية لنص المادة 49 من الموازنة. أنا أرى أنه مبدئيا سيصار إلى إطلاق هذه الرسالة بمفعيلة، وعلى رئيس مجلس النواب بعدها مبدئيا يدعو المجلس للانعقاد خلال مهلة 3 أيام من تاريخ الاتفاق مع رئيس الجمهورية على إنفاذ مفعيل هذه الرسالة. سيدة نوال، الأمر الأساسي اليوم حتى رئيس الجمهورية قد رأى على أن هناك خللا في المادة فوجه رسالة. بمجرد توجيه الرسالة هذا موقف مبدئيا اتخذه رئيس الجمهورية، وهذا ما يؤشر على أنه حتى رئيس الجمهورية قلق بالنسبة لإقرار هذه المادة، فلم يذهب باتجاه رد الموازنة ككل لإعادة قراءة ثانية عملا بصلاحياته المنصوص عنها بالمادة 57، بل أنه ذهب إلى مبدئيا التصديق عليها وإصدارها ونشرها
ولكن ذهب باتجاه توجيه رسالة إلى مجلس النواب. هذا ما يؤكد أن هناك عيوب تعتري هذه المادة، ويقتضي اليوم على المجلس الدستوري وضع يده عليها. لا يمكن ترك هذا التفلت الموجود ضمن إطار التشريعي دون حسيب أم رقيب، هو العنوان للمرحلة الحاضرة. يجب على المجلس الدستوري أن يضع حدا لهذه الانتهاكات، لهذه التجاوزات، لهذه المخالفات، لأن مبدئيا إبقاء الأمور على حالها سيؤدي إلى الدولة، سيؤدي بها إلى الهلاك. نعم، على الخط مباشرة رئيس حركة الأرض أستاذ طلال دويهي. صباح الخير. صباح النور، كيف الست نوال؟ الحمد لله. حركة الأرض رفعت الصوت وحضرتك، واليوم سيلتئم مجلس الدستوري ليأخذ قراره، يعني أو بياخذه اليوم أو خلال مهلة 15 يوم، شو تعليقك؟ مع تقديرنا واحترامنا للمجلس الدستوري، بقدر أول شيء أوجه تحية لضيفك الأستاذ سعيد مالك. يعطيك العافية. نحن كرأي حركة الأرض صار معروف بهذا الموضوع، المادة 49 هي تمليك، يعني توطين بالتمليك، يعني بتملكي شقة وبتعطيه حق الإقامة إن كانت مؤقتة أو دائمة، هي مفعيلة هي ذاتها. هون دكتور سعيد مالك بيعرف، والدكتور فول مرقص عطى رأيه بهذا الموضوع، الخبراء قانونيين محترمين. الواقع أنه اللي عم بيحصل اليوم، نحن بحالة انتظار من ضمير لبنان اللي هو المجلس الدستوري. أنا شخصيا نحن كحركة أرض لازم عم نطالب بأنه يخلق صائي، يصير في صائف لتملك الأشياء فيما يختص بالأراضي، وحصرة كلها بمجلس الوزراء. طب محصورة بمجلس الوزراء؟ لا، من تحت 3000 ما بدها مجلس وزراء. انت قصدك فوق 3000؟ نعم، ايه فوق 3000 بدها مجلس وزراء. يعني اساسا اليوم اللي اشتريوا شقة بلبنان وساكنين بلبنان 1800 شقة بس للسوريين والفلسطينيين وجزء من العراقيين، يعني ما في شيء اجنبي جاي، لا اوروبي ولا امريكي ولا غير شعوب، إلا هني الجوار اللي عم بيستملكوا، وهذا بيأثر على السلم الأهلي بالأخير، لأنه أساساً نحن عم نعيش بزحمة سكانية بالبلد، عم تخلق زحمة سير، عم تخلق منافسة بالعمل، عم بتأثر على اليد العاملة اللبنانية. اليوم نجي نحن نملكهم شقق مشان بعد حفني من تجار الأبنية اللي هني مع المصارف فاتوا بمشاريع وخلقوا أبنية وما عندها مين وفارغة، وبدن يجوا اليوم يملكوها لأجانب، بتأثر على السلم الأهلي، بتأثر على الوضع الاقتصادي بالبلد. لا، مش مقبول. على كل، أنا ما بدي أملي على المجلس الدستوري شو بياخد قرار، لأنه هو ضمير لبنان وهو من أنزه الناس. بتمنى أنه اليوم عم نلاحظ نحن كيف صار البلد أسير أصحاب المصالح من رجال أعمال ومن رجال مال، ما بيجوز. بس وضع البلد الاقتصادي كمان مهزوز كتير، لأنه ما في نظام اقتصادي واضح بالبلد اليوم. مش مسموح اللي عم بيصير بالبلد واللي عم بيجر البلد إلى حالة من الفساد الاقتصادي، واللي صار أنه كل رجل أعمال بده يعمل نايب يتمتع بالحصانة يحمي مصالحه، ما بقى في مشرعين مجلس النواب، لا بقى في أصحاب مبادئ، كلهم صاروا أصحاب مصالح، وهذا الشيء عم بيأثر. بس انتخبهم الشعب اللبناني. الشعب اللبناني ما هي كارثة لبنان، جزء كبير من الشعب اللبناني يعني، ومن إدارته لإدارته السياسية، يعني ما على شيء أنه الشعب اللبناني، مش أنه هالشعب اللي كمان عايش تحت ظرف اجتماعي وظرف اقتصادي عم بيأثر على انتمائه الوطني. فنحن اليوم نعتبر حالنا مسؤولين بهذا الموضوع، ومن خلال صوت لبنان ومن خلالك ست نوال بعتقد انه متجهين نحن نحو كيرسي اذا المادة 49 بدها تصير تملك بالشكل اللي هي واعطاء اقامه، لانه على فكره بده كل واحد بيجيب اولاد وبيعلمهم بلبنان وبيتزوجوا بلبنان، وعلى فكره لحق على الامهات بدهم جنسيه لاولادهم، وبعدين رح يصيروا هن اكثر منا، يعني يصيروا هن. نحن بدنا نشوف كيف بدنا ندبر امورنا، جايين الفرنساوي يشتريوا عنا والانجليز والامريكان، نحن عم نودي اولادنا يروحوا يشتغلوا عندهم، عشان شو يعملوا هون يعني بحيط الله. نعم، يعني كمان بقانون تملك الاجانب، يعني اللي بده يتملك واللي بيوافق عليه مجلس الوزراء لازم يكون عم يستثمر فيه، صح؟
طب ما في استثمار في هذه مش مخالفة كمان للقانون اللي مخالفات قانونية كبيرة ست نوال أساسا بالاشتروا عقارات اللي حوالي 52 مليون متر انشروا بفترة وجيزة. يعني هذا الموضوع فيه لا تأثر عم بيأثر على ديموغرافية البلد وعم بيأثر على الوضع الاقتصادي اللي ما تنفذ فيه أي مشروع. يعني كلهم مخالفين لقانون المرسوم كلهم مخالفين. في 13 أو 14 شروي تمت مطابقة للمرسوم والباقي ما في شيء. يعني كلهم صرحوا أنه بدنا يعملوا مشاريع وما في مشاريع. يعني ما في شيء. خلينا نكون واقعيين وإجرينا على الأرض ونفكر مظبوط. السياسيين ما فين ياخذوا البلد بيحلوا مشكلة يوقعوا البلد بمئة مشكلة. هذا حد منك في عندك ضيفك الكريم اللي هو خبير قانوني وبيعرف القصة بالقانون وين رايحة. أنا عم أحكي بالسياسي، عم أحكي سياسي مطلبية، عم أحكي بمصيرنا كشرائح مجتمعية بالبلد إن كان مسيحيين أو مسلمين. هذا الشيء اللي عم بيصير عم بيدخل عنصر غريب على البلد، عم بيأثر على السلم الأهلي وعم بيعزز موقعية للأجنبي بالبلد. نحن منا قادرين بقى البلد لأنه بنظر الأمم المتحدة وبنظر الاتحاد الأوروبي نحن ركعة جغرافية مش كيان. الدول اللي منتجة للنفط ما عاد عندها كيان، اللي هي تملك مليارات من الدولارات مداخيل شهرية ما عندها بقى كيان. نحن هالدولة التأثير بدنا يكون عندنا كيان بوجود بده تحمينا الاتحاد الأوروبي، بده يحمينا تحمينا الأمم المتحدة بتشريعاتها. لا مش مزبوطة هذا الموضوع. نحن بدنا نبلش نفكر كيف بدنا نحمي حالنا، كيف بدنا نحمي أرضنا، وكيف بدنا نحمي وجودنا. هذا بلد بدنا نعيش فيه نحن مسيحيين ومسلمين لبنانيين، مش مسيحيين ومسلمين لا أوروبيين ولا عرب أجانب. نحن بدنا نعيش نحن بس المسيحيين والمسلمين في البلد اللبنانيين بدنا نعيش، والقوانين لازم تكون مراعي لوجودنا مع بعضنا ولا ما يصير في تغير ديموغرافي. سؤال أخير. نعم. هل نحن بالأساس خطينا الحد القانوني؟ يعني مثلا صحيح نسبة 10% اللي بيسمح فيها القانون وصلت إلى حدود 22% ببيروت، ونسبة 3% خارج بيروت وصلت إلى 6%. يعني بأي نفق عم تدخل خارج بيروت؟ إيه عم تدخل البلاد. قطعت 6% وبيروت قطعت 22%. واللي بيقول لا يشرف تنجي على الدوائر العقارية ونشوفي القصة ونلمسوا إياها باليد. هذا واقع ما بقى ينحمل بالبلد. بدنا نترجى فخامة أساسا فخامة الرئيس لاحظ هذا الموضوع وعمل رسالة لمجلس النواب. هيدي بتدل أنه هو شايف أنه الموضوع منه مزبوط. يودي رسالة فخامة الرئيس معناته شايف أنه الموضوع هلا تحولت مضي 10 نواب حسب القانون وراحت على المجلس الدستوري. أنا بتوقع من ضمير لبنان أن يحكموا بهذا الموضوع ويركزوا البلد من هالفساد الاقتصادي اللي يوما عن يوم عم بيغرقوا المجتمع اللبناني وعم بيصير أسيره. أسير الفساد الاقتصادي. شكرا لك رئيس حركة الأرض أستاذ طلال الدويهي، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. في كمان مداخلات من المواطنين عبر الواتساب على 76611001. أنا مواطن سوري بشتغل بشركة تعهدات من 22 سنة. نسبة السوريين بالشركة 85%. عدد الموظفين حوالي 500 موظف. السوريين كلهم سائقين لمعدات ثقيلة. يعني إذا فلوا السوريين بكل لبنان من أقصاها لأقصاها مين بدون يأمنوا البديل؟ ما تعتلوا همنا من اللون؟ كمانا ما تعتلوا همنا هو ما تعتل همنا. إذا فيك تسافر وتفل على بلدك بس ما تعتلوا همنا. ما تخافوا كمان بلال من باريس، ما تخافوا من إخواننا السوريين. كونوا أكيدين لو معهم مصاري ما سكنوا بالخلام. أغلبيتهم هالقانون انعمل يعني مش لقلهم انعمل قانون، هالقانون عمل للأجانب يلي معهم مصاري والله يساعدهم السوريين. وبعدين طالما الوضع الأمني بالمنطقة مهزوز حتى الموزمبيق مش رح يجي يشتري شقة بهيك وضع. يعني بلال عم بيقلنا ما تخافوا، ليش عم تحكوا هالكلام؟ فشو بدك تقله؟ لا بريد عم يسمعنا. قبل مبدئيا أول شيء ألف تحية وتقدير للأستاذ صديق طلال دويهي اللي منحترمه ومنجله. اليوم الموضوع ليس موضوع عنصري، يعني الموضوع ليس موجها ضد الشعب السوري أو المواطن السوري. الموضوع ضمن إطار كياني، ضمن إطار ديموغرافي، ضمن إطار خوف من المجهول،
خوف من الغد. اليوم اللبناني مهدد بلقمة عيشه، اللبناني اليوم يهجر أولاده من أجل مبدئيا أن يبنوا مستقبل لهم بالخارج. الموضوع لا ليس موجه ضد أحد على الإطلاق. نعم. اليوم الرهان كله على المجلس الدستوري، وعند الامتحان يكرم المرء أم يهان. الرهان هو على المجلس الدستوري، وأنا أؤكد على أنه الشعب اللبناني سيكسب هذا الرهان، لأنه التعويل هو على حكمة ومسؤولية المجلس الدستوري أعضاء ورئيسا. اليوم لنكن متفائلين على أن المجلس الدستوري سيذهب باتجاه إحقاق الحق، ومبدئيا تماشيا مع رغبة رئيس الدولة. كما سبق وذكر أيضا الأستاذ دويهي، اليوم رئيس الدولة قد رأى أن هناك شوائب وعيوب تعتري هذه المادة، ومن أجل ذلك قام وتقدم برسالته إلى مجلس النواب. نعم. طيب خلينا طالما عم نعتقد في حال أبطل القانون برمته، نعم، شو مصير الموازنة والزيادات المطبقة مؤخرا بحال إبطال القانون برمته؟ مبدئيا هناك إذا بده هيك ينتفض على حاله ويأخذ قرار بإبطال عندما نتكلم القانون برمته. عندما نتكلم من المجلس الدستوري سيتعاطى بالملف بكل حكمة ومسؤولية، لأننا نرى على أن المجلس الدستوري لن يذهب باتجاه إبطال قانون الموازنة برمته، لأن ذلك أولا من الناحية القانونية هناك حل لناحية إعادة الصرف على قاعدة الاثنى عشرية، ولكن مجلس السوري على علم على أن هذا هو مطلب السياسيين والساسة والحكومة بالصرف دون حسيب أم رقيب. المجلس الدستوري مدرك أن أكثر من يقيد قانون الموازنة هو الطبقة السياسية. طيب ليش من عم ينقال ومن مصادر قانونية منعرف أنه إبطال الموازنة منه كارثة هالقد؟ منه كارثة من الناحية القانونية. نعم. يعني اليوم البلاد عاشت لأكثر من 10 أعوام على أساس قاعدة الاثنى عشرية دون موازنة ولم يحصل شيء، ولكن هذا الأمر أدى إلى هذا الوضع الميؤوس اليوم المالي الاقتصادي العسير. اليوم أقصى ما يتمناه السياسيون، أقصى ما يتمناه الحكومة إبطال الموازنة. إيه لأنه تصبح مبدئيا بحرية كاملة ضمن إطار الصرف. يعني يفترض أنه تشكل فرصة لإعادة الانتظام المالي واحترام الدستور بكل الموازنات، وما يكون في شوائب ويعملوا الموازنة على قياس شو بدهم. المجلس الدستوري لن يمنح هذه الفرصة وهذه الجائزة إلى الحكومة. نعم. بل أنه سيبقي على الموازنة مع إبطال مواد يجب عليه إبطالها لمخالفتها الدستور. القرار سيكون بقبول المراجعة ضمن إطار شكلا وأساسا، وإبطال جزئي لبعض من موادها لا أكثر ولا أقل. أما أن يهدي الحكومة قرار إبطال الموازنة وأن يجيز لها الصرف يمنة وشملة ضمن إطار بشكل ما ترغب به وما تشاء، هذا أمر غير مقبول، لأنه مبدئيا المجلس الدستوري هو ضنين على هذا الأمر من كل حد وصوب. في رد يعني من مستمع على اللي قاله مستمع قبل شوي أنه ما تخافوا نحن ما معنا مصاري مش رح نتملك، يعني فلما بيتم التصديق على البند 49 ما تخافوا رح ينوجد المال ويقولوا لنا من جديد فاجأناكم مو على كل حال يعني اليوم شو بدك توجه رسالة نحن وياك للمجلس الدستوري اللي رح يلتقي بعد حوالي دقيقتين؟ نحن عبر صوت لبنان نطالب المجلس الدستوري، نعم، بالعمل ومبدئيا بالسعي إلى إحقاق الحق بكل عدل وإنصاف كما تعودنا عليه، حكيم في مواقفه، مسؤول ضمن إطار قراراته. اليوم المجلس الدستوري عليه عبء كبير، وهو عبر إحقاق الحق وإعادة انتظام المالية العامة ووضع حد لهذا الفجور، والذي مبدئيا تقوم به الطبقة السياسية دون حسيب أم رقيب، معتقدة أن باستطاعتها أن تتجاوز كل الخطوط الحمر. هذا أمر غير السطر. مقبول ونقطة على السطر. شكرا لك الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك. بختام هاللقاء بدي أذكركم أن كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. بنهاية هاللقاء لكم أطيب الأمنيات من نوال ليشا عبود دليدة غانم والمخرج جورج العليه.